طول الليل وأنا أفكر، إذا عدنان له علاقة بحادثة الحريق فأكيد ضم شيء يخص هاي الحادثة بالخزنة مالته. عنده خزنة بالشركة؟ تندر مكانها؟ إيه عنده بمكتبه. زين ما عنده خزنة ثانية بالشركة؟ مثلا بالبيت مالتكم؟ ما سامح شيء؟ ليش تتفكر إنه اكو خزنة ثانية؟ شوف جمال، عدنان هذا يعتبر دليل إدانته بالجريمة، فمو من المنطقي يحطه بخزنة الكل يعرف رقمها السري، وكأنما دي يعرض جريمته للجميع حتى الكل يشوفها. فلازم عنده خزنة بمكان ثاني ما حد يعرفه غيره. صح؟ صحيح كلامك. معناته لازم ندور على خزنة ثانية. احنا هسه ما نقدر نتحرك إذا ما عندنا دليل. وما نقدر نعتمد على كلام سمر. جمال، تقدر تدخل الشركة وحدك؟ أقصد بدون مساعدة. شركتي وأطب لها أنا مغمض. حلو، إذا خطوتنا الجاية راح تعتمد على اللي أنت تلقاه بالشركة، وعلى ضوءها راح نتحرك. إذا أنتظرك. راح أروح أنا هسه. مهند، شكرا. لا تشكرني، أنا ما أسوي شيء على مودك، كل اللي أسوي على مود فريدة وبس. وفاء، نقدر نحكي باللي صار البارحة؟ يعني شنو تريدين تحكي؟ انت اختاريت الطرف اللي عجبك. هسه وينك وياي وفاء، لا تظلميني. بعدين لو ما انت بنفسك سمعتي سمر شنو قالت الفريدة، بعدين فريدة شنو ذنبها انه هي حبت جمال؟ معقولة تستاهل كل هاي الأذية والعذاب؟